اكتوبر 2015. الان غادي نقوموا بجرد جميع المراحل ديال الانجاز ديالو، ونوقفوا على بعض النقاط اللي هي ذات اهميه من حيث المنهجيه ومن حيث كذلك بعض التوصيات بالإنجاز. فالمشروع كما وضعكم الاخوان في الصوره، هو المشروع هو من حامل المشروع هو جمعيه الولايات الاقليميه، والشركاء هي سفاره الولايات المتحده الامريكيه من خلال برنامج ميفي. المده الزمنيه ديال المشروع هي 10 اشهر، من سبتمبر من شتنبر عفوا حتى اواخر يونيو. لابد اننا نوقف على بعض المبررات اللي جات على حبرها المشروع. إذن نقف الآن على بعض المبررات اللي هي عبارة عن نقاط اللي كانت وراء حصول جمعية موليت على هذا المشروع هذا بالعشر ديالها. كاين عندنا ضعف مشاركة النساء بالجهة خاصة في العمل السياسي، ثم أن المساهمة ديال نسبة المساهمة ديال النساء في تدبير الشأن المحلي كانت نسبة كذلك قليلة. ثم نقطة ثانية، ضعف تأثير في هذا المجال خاصة حتى على مستوى النساء اللي وصلوا لمراكز صنع القرار. ثم بناء على هذه النقطتين بزوج ممكن نخرجوا بنقطة أخرى، هي ضعف تمثيلية النساء في المجالس الترابية، كذلك نقطة من النقاط ديال المشروع. بالاضافه الى حاجه النساء الى تكوين وتقويه القدرات السياسيه ثم القدرات الخدماتيه والاجتماعيه والثقافيه. كذلك اهميه التواصل وتكوين الاستيعاب مضامين الدستور الجديد ديال 2011 المعدل. نقطه اخرى كتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابيه واداره الجماعات المحليه، ومن بينها كذلك نقطة أخرى مدينة الأسرة وإدارة المشاريع في الوقت. الهدف العام اللي كان المشروع خدم عليه لهذه الفترة كاملة هو الرفع من وعي النساء القرويات الحقوق السياسية والمدنية، والتكوين ديالهم في مضامين الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، خاصة الجانب اللي كيتعلق بالتشجيع ديالهم لولوج المراكز ديال الجماعات الترابية باعتماد مجموعة ديال المنهجيات وتقييم وتتبع. ثم تقوية القدرات النساء القرويات في مجال التنمية المحلية وتدبير الشأن العام، المساهمة في تقوية قدرات الفاعلين والفاعلات والفاعلين المحليين في المجالات السياسية والقانونية والتواصلية والحقوقية، ثم تحسيس النساء القرويات حول مضامين ديال الدستور 2011 والقانون التنظيمي المنظم لهذه الجماعات الترابية، ودور المرأة في قيادة التغيير ملموس وواضح إلى جانب الرجل. الأهداف النتائج اللي كانت عندنا مسطرة اللي كنا سبقنا علينا عليها في يوم الافتتاح 31 أكتوبر 2015، كانت خصنا نوصلوا حوالي على مستوى التحسيس والتوعية برنامج التحسيس والتوعية 3000 امرأة قروية حول التحسيس ديالهم حول القوانين الوطنية والدولية الداعمة للحقوق ديالهم اللي كتوقف على جنبهم، وبالتالي غيوقفوا على نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال 10 ديال المواقع التحسيسية اللي غادي نجردوها بعد قليل، ثم 10 دورات تكوينية. هنا النسبة اللي حنا كنا مسطرين نسبة 70% اللي يمكن لهم من النساء المستهدفات يوصلوا للنتائج المرجوة من خلال هذا
المنطقة، ثم 300 امرأة على مستوى التكوين. إذا 3000 امرأة على مستوى التحسيس و 300 امرأة على مستوى التكوين في المواضيع المرتبطة بدعم القدرات السياسية للمرأة القروية بجيلها. منهجية اعتمدنا منهجية من خلال في العمل ديالنا خلال المدة ديال المشروع. اولا نقاط اللي تعتبر من بين النقاط الرئيسيه اللي في المنهجيه ديالنا، اولا تنسيق اخبار السلطات المحليه والجماعه الترابيه لان كشريك ترابي، ثم انتقاء الجمعيات والتعاونيات اللي عملنا بها، اعتماد واحد البطائق استعلام اللي كنا وزعناها في البدايه، على اساسها بنينا شكون هما التعاونيات والجمعيات اللي هي اقرب الى الاستفاده من المشروع باعتماد نقاط كانت مدرجة داخل بطاقة استعلام. وتم انتقاء 10 ديال الجمعيات التعاونية من خلال 30 ديال المؤسسات اللي كانت حضرت في اللقاء الأول. اعتماد مقاربة تشاركية بدليل اعتبار كل التنسيقيات اللي كان عندهم معها، وهذا هي شركاء في المشروع. خدينا هذا الخطاب بشكل جليل وكانت واضحة من خلال في الواقع في الأرض الواقع. ثم نهج مقاربة ديال التنمية المحلية من خلال اختيار منشطين ديال الدورات المتطوعين دورات تحسيسية، ثم حتى اختيار المقوين على مستوى تكوين دورات تكوينية. ثم اعتمدنا كذلك منهجية أخرى هي الزيارات الميدانية المتتالية للتنسيق وباش نوضعوا الشركاء ديالنا المحليين في الصوره اللي هي خصها تكون. حقاش ذكرنا من بعد قليل ان هو شريك وكل تنسيقيات هي شركاء، وبالتالي الزيارات الميدانيه كتخلي الشريك نربطوا اواصر نبني واحد اواصر الالتقاء وديال التواصل الفعال بيننا. ثم اعتمدنا في الدوره التكوينيه بخصوص تقييمين قبلي وبعدي من خلال توزيع مجموعه ديال الاستمارات. الاستماره الاولى قبليه كنحاولوا نقيسوا بها مدى معرفه المستهدفات النساء القرويات من الديباجه ديال الاستماره اللي وزعناها اليوم تتعلق بالمواضيع الاربعه اللي غادي نشيروا ليها بعد قليل. ثم من بعد ما كنساليو الدورات التكوينيه كنوزعوا استمارات بعديه لتقييم مدى انخراط هذه المستفيدات ومدى استفادتهم من المشروع، عفوا من الدورات التكوينيه. ثم كذلك التواصل المباشر كمنهجيه مع الاعلام المحلي والجهوي خلال ان كل الانشطه ديالنا وكل البرامج ديالنا منشوره صحافه محليه وجهويه، ثم عبر التواصل الاجتماعي والفيسبوك. مراحل الانجاز جرناها في 6 ديال المراحل الرئيسيه: تنظيم يوم توجيه لواء تنسيقي، ثم تنظيم يوم افتتاح وانطلاق المشروع، ثم تنظيم الحملات التحسيسيه التوعويه، ثم تنظيم مرحله دورات تكوينيه ودعم القدرات، ثم تنظيم في الاخير زيارات ميدانيه اللي غادي نفصلوها بعد قليل. والان كنتواجدوا في اخر مرحله من المراحل ديال المشروع، هو ديما اليوم اللي كنتواجدوا ديما. الان غادي نحاولوا ما يمكن نشرحوا شي شويش نوضحوا الحاضرات والحضور الكرام. المراحل اللي سردناها بعد قليل: مرحله التوجيه والتنسيق، هذه المرحله كانت مرحله حاسمه في التواصل مع التنسيقيات والجمعيات والتعاونيات اللي تم اختيارهم بهدف وضع واحد البرنامج مرحلي عملي واتفاق على اليات لوجستيكيه خاصه، ثم توضيح بعض وتحديد نقاط عمل رئيسيه ممكن نمشيو عليها خلال المرحلتين المهمتين اللي تلات هذه المرحله التنسيقيه اللي تتعلق بمرحله ديال التحسيس التوعيه ومرحله ديال التكوين. كنوضعوا بعض الصور هنا من كل نشاط قمنا به مرافقه للسي ان اس.
مسألة ديال الافتتاح ديال المشروع اللي علموا عليه الاخوان الاخوات عفوا بعد قليل اللي كانت تاريخ 30 اكتوبر 2015، كان هذا الحفل هذا هو انطلاق بداية انطلاق ديال المشروع ديال تقوية القدرات السياسية للمرأة القروية بالجهة، بشراكة اكيد مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية تحت برنامج مبادرة الامريكية الشرق الاوسط يامي. المشروع استهدف على مدى 10 أشهر دعم القدرات السياسية في المجال الحقوقي والسياسي بغرض تأهيل النساء باش يصبحوا هما وكيلة تغيير يتحملوا مسؤولية التنمية إلى جانب الرجل، بالإضافة إلى تسيير وتدبير الشأن المحلي تدبيرا معقلانا يخدم المصلحة العامة بصفة عامة، والنساء على وجه الخصوص لدعم التمثيلية ديالهم على أرض الواقع خاصة ما يتعلق بالمجالس المنتخبة. مرحلة ديال التحسيس والتوعية، نجزنا 10 ديال المراحل ديال التوعية والتحسيس، 10 مراحل من خلال بتوازي من خلال 10 مواقع، كل موقع كتكون فيه دورة تحسيسية توعوية، وبالتالي الموقع يساوي دورة تحسيسية. هذه المواقع لا بأس نذكروها للاستئناس: موقع تيموليت، تيلبويت، تاكلفت، موقع ولاد موسى، موقع حد بو موسى، وموقع ولاد مبارك، ثم موقع اي سي عزه، وموقع افرار، ثم موقع فم العنصر وويزر. هذه المواقع هي جماعات ترابيه، في كل موقع ضمن دوره تحسيسيه فيها صبحيه وفيها فتره مسائيه. الفتره الاولى الصباحيه همت الاماكن العامه، حاولنا نستهدفوا الاماكن العامه المفتوحه، الاسواق، ازقه وشوارع اللي كيمروا منها النساء بصفه عامه، وكنفرقوا مناشير. هذا المنشور حاولنا نصوغوا واحد المنشور غادي مرافقينه لهاد الديباجه الان بعد قليل غادي نشوفوه. هذا المنشور هذا فيه لغه امازيغيه ولغه عربيه، حاولنا نستعملوا فيه الدارجه بناء على تشخيص محلي، لان النساء قرويه الجهه كاين انتشار النساء ديال الامية. الفترة ديال الصبحية ديال الحملة التحسيسية ديال كل دورة عبأنا لها فريق عمل نشيط، التواصل المباشر مع النساء، وكما قلت لكم وزعنا مناشير. هذا المنشور هو من خلال الفريق عمل يشرح ويبسط بلغة بسيطة أمازيغية وعربية. كنا راعينا في انتقاء المنشطين المتطوعين بين قوسين وبين عارضتين ان تكون فيهم هاد الشروط اللي هي اساسيه بالنسبه لنا في المشروع. الفتره المسائيه لا تقل اهميه عن الفتره الصباحيه، لان كنستهدفوا حوالي بالتنسيق مع الشركاء المحليين التعاونيات والجمعيات 60 من النساء. 60 نساء من تاطير محاميه اللي ما كتواجدش معنا الان لظروف عمل ديالها شغاله شخصيه، استاذه الصافي اللي ذكرتها الاستاذه عليا. ثم وكان عندنا واحد القيمه مضافه، واحد الافونتاج بين قوسين، هذيك القيمه هي ان وجود الى جانب المحاميه اللي هي رئيسيه داخل في المشروع من خلال العقده اللي كتربطها معنا، وجود محاميه اخرى ذات كفاءه كذلك الى جانب الاستاذه ولا هي ليلى شاكيب اللي كتوجد معنا الان، كذلك غنات لنا اللقاء وعطات واحد القيمه مضافه للمشروع من جميع الجوانب. وكان دليل على هذا الشيء اللي كنقولوا هو تجاوب النساء بكل الاعمار مع الاستاذات. على ما يتعلق بالمواضيع اللي تداولت في هذه الفتره المسائيه، حاولنا نركزوا على مدونه الانتخابات ومدونه الاسره. هذا كان وضع بين يديكم امام العين ديالكم المنشور اللي تم التوزيع ديالو خلال 10 دورات تحسيسيه.
كانوا وزعوا تقريبا 300 منشور في حصتين. انا حاولنا نوضعوا بعض الصور اللي تقريب مفهوم ما كتب بالدارجه للغه العربيه وبالامازيغيه. الان ننتقل للنتائج العدديه ديال هذه الدورات التحسيسيه. كنوضعكم في الصوره ما بين دو جانفير 2015 ويناير 2016. كل موقع هنا حاولنا نشوفوا شحال سيبلين شحال استهدفنا من المستفيدات من النساء في الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. وصلنا ما مجموعه 3710 ديال المستفيدات. هذا العدد كما وضعتكم في الصوره في الاول ان احنا كان من بين العدد الاجمالي اللي كنا اقل ما يمكن نوصلوه هي 3000. وصلنا 3710 ديال المستفيدات وبالتالي تجاوزنا العدد بقليل. هنا صور مرافقه للحملات التحسيسيه المسائيه والفتره ديال الصباحيه من خلال فريق عمل اللي في الصوره اللي كاينه في الوسط. الان نمروا المرحله كذلك التي لا تقل اهميه عن المرحله الاولى هي مرحله تكوين ودعم القدرات. المرحله حاسمه لان هي عن قرب وبالتالي دوره تكوينيه كتكون اكثر تواصل واكثر عطاء لان دعم القدرات وتكوين مستمر خلال الفتره اللي كتدوم على لكل موقع يومين من خلال ديباجة اللي حاول المكون يوضحها من خلال المواضيع التالية. من بين المواضيع اللي تطرقت خلال كل دورة على مدى يومين الدستور المغربي لسنة 2011 الجديد، ثم الميثاق الجماعي وإدارة الجماعات الترابية، بالإضافة إلى القيادة السياسية ومهارات النسائية وصنع القرار، ثم قانون الانتخابات. هذه المواضيع تقدمت خلال 10 دورات كما ذكرت الشرح والتحليل من خلال ديباجة شاملة ومركزة، لأن المواضيع كلها أنتم كتشوفوا أن ذات أهمية. كل موضوع راه ما غير وحدة أولى مثلا راه ما يكفيهاش يومين، ولكن الكفاءة ديال الأستاذ المكون اللي معنا كانت واضحة وبارزة من خلال الديباجة الشاملة والمركزة اللي وضحها باش يشمل كامل المواضيع بربعة. من بعد ما كان ساليو الدورة التكوينية في كل موقع كنختموا بتوزيع شواهد تقديرية على المستفيدة في حفل غدا. كما ذكرنا المرحلة أو كما ذكرنا الجانب العددي في الدورات التكوينية غنذكروا حتى الجانب العددي في الدورات التحسيسية في الأول. غنذكروا كذلك نوضعكم في الصورة في الجانب العددي للدورات التكوينية. للإشارة أن الدورات التكوينية كنطلب لنا نستهدفوا أقل ما نستهدفوا هو 300 مستفيدة. المواقع ما مجموعه من خلال 10 مواقع وصلنا 324 مستفيدة. هنا ما ذكرينش الزياره الميدانيه اللي مرت ثلاثه ديال الركيز، ما ينقص ان 354 عندنا العدد في الاخر غادي نشيروا ليه. هنا خصنا حاولنا نخصوا الارقام العدديه للاستمارات ديال القبليه والبعديه من خلال النسب المئويه اللي غادي تطلع هذا الجدول. هنا نوع الاستمارة قبلية وبعدية، عدد الأسئلة، ثم عدد الأجوبة عليها بنعم وعدد الأجوبة بلا، ثم كنديروا النسبة من خلال الفارق والعملية الحسابية المألوفة. الشكل المبياني الآن اللي قدامكم كيوضح بجلي الاستمارة القبلية والاستمارة البعدية من خلال لونين سالفين. النسب المبيانية قلنا نحولوا ذاك المبيان العددي الى 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 نسب مئوية باش نوضعكم في الصورة مدى يعني انجزنا المشروع
التماشي مع الأهداف والمسطرة الخاصة والعامة. فنسبة الاختبار القبلي لنا عام كانت 31.89% في الأول، والنسبة ديال نقص الاختبار القبلي النسبة ديالنا 59.89. هنا إلا كتشوفوا أن النسبة القبلية ديال مدى يعني عدم معرفة المستفيدات والنساء المستهدفات من هذا المشروع، هذا المجموعة ديال الأسئلة اللي تضم 24 سؤال في كل استمارة، أنهم ما كيكونوش بشكل جلي عارفين شنو طبيعة مثلا الأسئلة اللي طحنا على المستوى الدستور ديال 2011 ديال المغرب، وعلى مستوى الميثاق القانون التنظيمي للجماعات الترابية كذلك ما كيكونوش عارفين مجموعة ديال الأسئلة يجاوبوا عليها. وهكذا دواليك الأسئلة الباقية حتى 24. هنا كنوضحوا أن النساء ما كيكونوا عارفين والو قبلي. النسبة المئوية لحدود ديال 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 اللي جاوبوا بلا هي 59.8، نسبة كبيرة على نسبة ديال النساء اللي كانوا عارفين إما بشكل نسبي أو ضبابي الجواب على الأسئلة. الاختبار البعدي اللي كنبنيو عليه وكنكون هو مؤشر ومقياس المدى، واش حاولنا نقيسو وحاولنا نوصلوا إلى أهداف اللي نسطرها، هي أن نعم تحولت 73.55%، بمعنى أن المعادلة غادي تقلب، وبالتالي ولات لنا من خلال الفحص والتعداد وهذا 53.55% هي اللي قالت لنا بأننا ولينا كنعرفوا ولينا كنفهموا ولينا فهمنا داك الشيء كامل اللي ما كناش فاهمينه، وميمطو وفهمنا شي حاجة أخرى اللي هي زايدة من خلال التكوين أكيد، مقابل 11.82% اللي النسبة اللي بقات عندها ضبابية. وهنا ما نغفلوش أن واحد الأسئلة لم يتم الجواب عنها، إما تم الجواب عندها بلا أو نعم، وراه جربناها في التعداد العددي الأول، وكما رفقوا هذه النساء المئوية من خلال الميديان الآتي كذلك اللي كيوضح النساء اللي هي الفوق. ختمنا بالزيارات الميدانية. الزيارات الميدانية بعد ما انتهينا من الدورة التكوينية كمرحلة أساسية، المرحلة الثانية كانت لا تقل أهمية، هي مرحلة الزيارات الميدانية اللي خصنا ما يناهز 30 من المستفيدات تنسيق مع الشركاء التحليليين. حاولنا نديرو خليط ديال النساء من كل المناطق اللي استهدفناهم، وهاد 30 هذا قسمناهم ثلاثة ديال الزيارات الميدانية، زيارة إلى الجامعة الترابية لأزيلال. علاش بالضبط اختارينا هذه الجماعة؟ لأن هذه الجماعة هي قدوة بالنسبة للنساء المحليات، لأن كترأس على رأس المجلس البلدي المجلس الترابي ديال أزيلال سيدة أستاذة يتحدوا، وبالتالي قدوة للنساء، يطرحوا مجموعة من الأسئلة خلال الزيارة، واخا غادي نحاول نسرع واحد شويش. ثم المرحلة الزيارة الثانية كانت الجماعة الترابية ديال ولاد مبارك، كذلك وقفوا الأخوات على مجموعة ديال النقاط اللي همت المشروع. ثم آخر زيارة كانت للمجلس ديال جهة بني ملال خنيفر. من بعد الزيارة حاولوا يلتحقوا كامل المستفيدات من الزيارة إلى ورشة ماشي تكوينية وإنما ورشة تشاورية للوقوف على ما بعد الزيارة، عفوا ما قبل الزيارة وما بعد الزيارة، أشنو كان عندها علاقته بالمشروع لأن كانوا مستفيدات من بعدهم قبل الزيارة ومن بعد الزيارة. وحاولنا من خلال الصور هنا رفقنا بعد اللقاء اللي كنا وضعناه مع الأخوات اللي كانوا حضروا المشروع، لا بد كل المشروعين وقع الجهة، حنا اللي لمسناه من خلال تشخيص الميداني، لان هذا مشروع ميداني راه ماشي مشروع نظري، بالتالي حنا كنا كننقلوا اكثر العمل ديالنا خارج الاداره، بالتالي ان اقبال ورقه ديال النساء باش يعرفوا مجموعه ديال الحقوق السياسيه اللي كيخولها لهم الشريعه الدولي والمغربي،
ثم العزم التقليدي ديال المستفيدات باش يحقوا الوضعيه القانونيه ديالهم، لان من خلال الدورات التحسيسيه اكتشفنا ان النساء بدون وثائق هويه على مستوى الاطفال، بدون كذلك حتى ما يعرفوش حتى مصادر الدعم بالنسبه للارامل وبالنسبه للنساء في الواقع ديال هذا اكتشفنا كوقع. ثم اقدام المراه الملموس على وجه محاكم الاداره العموميه، ثم رغبات المراه في تاسيس تعاونيات، يعني النساء الغير مؤطرات اللي كانوا كمنخرطات الى ديك التنسيقيات المحليه اللي عملنا بها معاهم، كانوا المسنا ان النساء عندهم رغبه باش يتهيكلوا ويتاثروا ويوليو داخل تعاونيات جديده وداخل جمعيات جديده باش يحققوا ذاك الاستقلال، هذاك الاستقلال المادي لان ضروري على المستوى التعاوني، الاستقلال المادي ثم الاستقلال حتى الاستقلال على التبعيه العقليه الذكوريه. احنا ما كنعموش هنا وانما العقليه الذكوريه اللي هي ما بغاش تغير. ثم الواقع كذلك من خلال الزياره ديال بعض النساء اللي من عماله الفقيه بن صالح اللي كانوا زاروا حيت سمعوا بالمشروع. المشروع يعني ذا اهميه من خلال العنوان ديالو من خلال هذا اكيد، وبالتالي فاش زاروا باش يوقفوا على نقاط القرب على ديال هذا المشروع كيفاش الى غير ذلك، وتم اللقاء معاهم مع المتنفذين ديال الجمعيه ديال تيموريت. عندنا بكل مشروعين الاكراهات ولا معلقات ماشي بنسب كبيره، وانما حاولنا احنا اكراه الاميه لان الاميه كتساهم في ذاك العقليه الذكوريه مثلا اللي ما يخليش بعض الرجال يخليوش اللي فهم ديالهم يحضروا للدورات مثلا التحسيسيه وداك الشيء لاعتبارات كثيره. هنا ضعف في المشاركه الاحزاب السياسيه في التعطير، لان الاحزاب السياسيه المسنا انه مهما انه هو اللي سباق لهذا الميدان وبالتالي ما مأهلش الارضيه الخصبه لهذا الشيء اللي كيجعل انه كان احنا بالنسبه لنا هذا كلمسناه كشي حاجه ثم العادات والتقاليد اللي معمول بها في المنطقه في الجهه وهذا بالنسبه للعادات والتقاليد راه بارتو في المغرب. فكره جغرافي كذلك لان بعض المسالك اللي مشينا لها في الدورات التحسيسيه حتى التكوينيه ما زالت غير معبده، ماشي تاع غير معبده، حتى الفينونسمون ديال عفوا حتى تهيئ الطريق بشكل البسيط ديالو ما كاينش فينونسمون ديال البيست هكذا. ثم حتى واحد انقطاعنا ديال الساعه الاضافيه، لان الساكنه بما انها غير مؤطره وعندها رغبه للتاثير في الجميع، لان التساعي الاضافيه ما كتكونش هي هاد السيده ما كتكونش عايشه هذيك هاد الساعه تغيير ديالها الحراره. كاين حتى الاخوان الاطور اللي هي داخل الاداره حنا ما كنكونوش عارفين، حتى حنا ما كتكيفوش معاها لمده. اذا يعني مسيره الجلسه الاستاذه تعليقكم مكتسبه تجربه اكتسبنا من خلال هاد التجربه مجموعه ديال النقاط حاولنا نوجدوها ونختصروها من خلال اربعه ديال النقاط. اكتسبنا قيمه مضافه، عندنا قيمه كمؤسسه، ولكن القيمه المضافه هو ان العمل مع منظمه ذات قيمه وذات قيمه دوليه، بالتالي اليات اللي اشتغلنا معاهم اعطتنا ديك القيمه اخرى. المصداقيه والتقويه ديال العلاقات مع الشركاء ديالنا، ولينا ان الشركاء ديالنا المحليين والشركاء الرئيسيين شخص سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وفي مبادرة ميبي، ربطنا ديك أواصر العلاقات وبالتالي توضحت الشراكة توضحت الرؤية توضحت العلاقة إلى حد ما. اكتساب الثقة المؤسساتية داخل المؤسسة مثلا على مستوى المؤسسة هي مهيكلة مسبقا ثقة أنها قادة تسير مستقبلا وقادة أنها تكون هذيك القيمه المضافه اللي كنا كنشتغلوا عليها زمان في العقل الجمعوي انتم عارفينها، هي ان المؤسسه خصها تكون الجمعيه تكون مؤسسه وليس فقط جمعيه فقط، يعني غير من خلال المكتب الوصافي ومن خلال هذا، ولكن خصها تعمل على ارض الواقع وتكون مؤسسه قائمه بذاتها، هيكل اداري هيكل تنظيمي جانب مالي جانب هذا الى غير ذلك. ثم القدره على العمل وتحمل المسؤوليه كانت نقطه كذلك مكتسب مكتسبات اللي حصلنا عليها. وشكرا للحضور الكريم نساء ورجالا.